يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم معنا. ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء دبي. مشاهدين الكرام، تفتخر دولة الإمارات بأبطالها اللي يثبتون باستمرار كفاءتهم في مختلف الرياضات، وفي مساء دبي اليوم بنتوقف عند الرياضات الشتوية اللي أكيد تحقق النجاحات المتتالية على المستوى الدولي. هذه النجاحات تروي فصلا من فصول أكيد تطويع الإمارات أو للمستحيل، وأكيد هناك الكثير من الرياضات الشتوية يا مريم. نعم يا عبد الله، ونحن بنبتدي بميلاد الرياضات الشتوية في الإمارات، واللي كانت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكانت هذه يعني المواضيع والمجالات محور حقيقي ومهم، وما زلنا نحن ننهل هذا الشيء مع قادة وحكامنا. واليوم بنتكلم حول هذا الموضوع مع ضيفنا هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وأيضا معنا السيد محمد خادم رئيس لجنة التزلج. مرحبا بكم ويانا وحياكم الله ويانا. يا مرحبا، حياكم الله ومرحبا بكم. دائما يعني إذا نسمع الرياضات الشتوية يبالنا شو هي الرياضات الشتوية اللي موجودة في دولة الإمارات؟ والله شوف، هني نحن في دولة الإمارات ما في شيء مستحيل. نعم، والحمد لله المقومات والأساسات والبنية التحتية موجودة. صحيح. نحن طبعا رياضة الرياضات الشتوية تتقسم إلى عدة رياضات، منها لعبة هوك الجليد والسكي، وكذلك التزلج الاستعراضي. رياضة هوك الجليد طبعا هي رياضة قديمة موجودة في العالم، أكثر لها أكثر من 180 سنة 200 سنة تقريبا. بدأت ممارستها هنية في الإمارات تقريبا من 20 سنة من خلال السياح وبعض الموظفين الأجانب، وبدأوا شبابنا يدخلون في هذه اللعبة، وبدأت لعبة الحمد لله هوك الجليد تنتشر. الحين صار لها تقريبا 15 سنة، ومن خلال من هذه البداية الحمد لله حققنا عدة إنجازات الحمد لله. أتذكر نادي نادي النصر، أتذكر أيام نادي النصر بالضبط. نعم. هناك كانت البداية. هو التزلج يعني نوعين، في التزلج اللي الحر هذا اللي يتزلجون فعلا، نادي النصر طلعوا منه لاعبين وهو البدايات كذلك، وكذلك مدينة زايد الرياضية وفي مدينة العين، وبدأ ينتشر الحين في دبي مول ما شاء الله، في كذلك في مردف بعد موجودة صالات التزلج، وبدأت تنتشر هذه اللعبة. كانت لي تجربة حقيقة، أنا قلت له قبل اللي هو لا تسألني عن مشاركاتك في الرياضات الشتوية، لكن نعم. ذكرت الحين أن أنا أيضا كانت لي مشاركة، وكان كنا نصنع محتوى عبد الله يمكن في 2012، وشاركت في الفريق وكنا مع المنتخب أيضا، وكنا يعني على أساس أن احنا نسوي تحدي فيما بيني وبين أحد الزملاء. بس فعلا هي رياضة ممتعة وفي نفس الوقت صعبة وشاقة. صحيح. أسميني طحت في الهوكي. هي نعم. هي نعم، في لعبة الهوكي فعلا يبالها تركيز، ولأن تمسك الستيك وترك يبالها تركيز فعلا، وجاري الفريق بعد. اي جاري الفريق، بس هي. الحلو انك تلبس لبس اللي هو اللي فيه باندينج ويحفظ من الطيحة الخطيرة يعني. يعني ما ادري، بسأل الأستاذ محمد يعني سؤال، يعني ويمكن هذا السؤال نقول يعني احنا يعني داينا شوي للثمانينات، يعني احنا كنا على قد حالنا، يعني تونا مبتدئين يعني في هذه المواضيع وهذه الرياضات الشتوية، يعني كيف كنت تشوف التطور من الثمانينات الى اليوم؟ طبعا في الفترة هي الرياضات ما كانت منتشرة وايدة، يعني الرياضات كانت محدودة، فالرياضات اللي كنا نستمتع فيها هي من رياضات التزلج، فكانت يعني دائما هالرياضة مرتبطة بطفولتنا. فما شاء الله في الفترة الأخيرة شفنا إقبال كبير كبير جدا في الرياضات الشتوية، وما شاء الله عندنا الأستاذ أبو أحمد والشباب الثانيين بعد في الاتحاد وايد مهتمين في الرياضة هذه وفي الرياضات الشتوية، ودائما عندنا مبادرات ان نستقطب لاعبين جداد في الرياضات هذه، سواء كانوا من الاشبال او سواء كانوا من الشباب. فما شاء الله لاحظنا اقبال كبير جدا في عدد المشاركين في الرياضه هذه، والحمد لله الاقبال هذا ساعدنا جدا في انجازات ما كنا متوقعينها ابدا. الحمد لله، الحمد لله. مع انها كانت من ضمن خططنا يعني اكيد، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني بالعزيمه والاصرار ان نحن نحقق الانجازات هذه. على طاري هذه الإنجازات، يعني أكيد هناك كانت أيضا معايير عالية وبجودة وإنجازات مثل ما ذكرتها هي اللي أهلت أو يعني انضمام الإمارات إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد. أبرز هذه المعايير أبو أحمد. والله طامرك، نحن يعني مثل ما أنا قلت قبل أن اللي دعم صراحة رياضة هوكي الجليد ورياضة حتى السكي المقومات الموجودة،
يعني صالات التزلج موجودة في دولة الإمارات، في إمارة دبي، السكي اللي موجود في إمارات مول، يعني معاييره ومقياسات هي القياسات الستاندرد الدولي. فمن خلال احنا قدرنا نوصل بهذه المقومات في دولة الإمارات، قدرنا نحن نحقق الاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي. نحن يعني أعضاء في ثلاث اتحادات دولية، اللي هي اتحاد هوك الجليد، هذا اتحاد مثل ما قلنا قوي وعدة دول حول العالم، ونحن عندنا حق التصويت صوتين في هاي الرياضة. ممتاز. وكذلك رياضة السكي بعدها في سويسرا المقر مالهم، وله وزنه وله عقولتهم، يعني رياضة الطبقة المخملية السكي، ونحن لنا بعد كذلك حق التصويت، وكذلك التزلج الاستعراضي اللي هو الرقص على الجليد. نحن مش بس أعضاء فيه وعندنا حق التصويت، بعد غيرنا في لوائح وقوانين، يعني من اللوائح والقوانين اللي ضفناها في اللي هي غيرتوا فيها، نعم، في دستور التزلج الاستعراضي، أن الحين تقدر أي لاعبة تستعرض بالحجاب. أيوة. مثل اللاعبة عندنا هي الأخت زهرة لاري، نعم، أول لاعبة تسوي لعبة التزلج الاستعراضي بالحجاب. نعم. والاتحاد الدولي اعترف فيها. نعم. الحمد لله. نعم، جميل جدا. يعني وانتم قاعد تتكلمون أكيد احنا كلنا نعرف أن هناك منتخب الإمارات لأكيد الهوكي، ويمكن هناك له كثير من الإنجازات، لو تكلمون عن إنجازات. والله الحمد لله، نحن يعني منتخب الإمارات بدأ في آسيا وحقق عدة إنجازات في آسيا بحصوله على كأس آسيا من 2012، ونحن بعد ذلك الحمد لله تطورنا ورحنا لإنجازات أكبر بمشاركة في كأس العالم. كأس العالم الهوكي هو عدة مستويات، يعني يبدأ من المستوى الأول والثاني والثالث وبهذه الطريقة، فهو يعني يبدأ من الثالث وينتهي بالأول وبعدين المستوى الأخير. الحمد لله نحن شاركنا في السنة الماضية في رمضان الماضي في تركيا وحصلنا على كأس العالم اللي هوكي الجديد. الله. الحمد لله. وقبله بعد شاركنا في المستوى الثالث وحصلنا في لوكسمبورغ على كأس العالم كذلك. الله. فالسنة الحمد لله نحن تشرفنا بلقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي العهد، قابلناه وأكد حرصه يعني على استمرار مستوانا يعني في رياضة هوكي الجديد، وكان لقائه دافع معنوي كبير لنا وللاعبين. وفيما يخص الجنسين يعني سواء على مستوى الرجال وأيضا منتخب السيدات واللي لهم أيضا حضور بارز وملفت في هذه الرياضة. إذا محمد بنتكلم عن منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية، كيف تشوف يعني هذه النوع من المنافسات وحقيقة في دولة الإمارات؟ طبعا مثل ما قال الاستاذ ابو احمد، الحمد لله المقومات اللي موجوده عندنا وايد وايد تساعدنا ان نحن نظام هي، نعم، عندنا المكان مهيئ. وثاني شيء ما شاء الله سمعة البلاد عندنا وايد معروفه والناس تحب انها تي البلاد. فاذكر في عام 2021 لما بدينا الموضوع هذا كان يارس معي ابو احمد، وكنا ماشيين بالطريقه اللي يقولون عنها النظام القديم الاولد سكول اللي هو ورقه وكلينكس. فقال لي ابو احمد، قال لي محمد نحن اللي نبغى 1 2 3، فقال لي نبغى ننشط الرياضه هذه في الامارات. الله. من ناحيه المسابقات. وقال لي اهم شيء محمد تواجدنا ان شاء الله في اولمبياد كورتينا 2026. ومن ضمنها بعد العضويه الكامله ما كانت عندنا. هاي كانت سنة كم يوم؟ 2021. بداية 2021، وكان الموضوع بس على ورقة وكلينكس. انزين شليت سوري قلم وكلينكس، يعني شليت الكلينكس هذا عطاني اياه ابو احمد قال لي خله عندك هذا. انزين وقراه عدل وان شاء الله بنشتغل على الموضوع هذا وبنحقق الانجازات هاي كلها. الله. فالحمد لله بدينا في 2021 واستمرينا في البطولات هاي اللي نسويها في الامارات. يعني فتره قليله ترى فكره. اذا من 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 مرحله الانطلاقه الى الان وانجازات بالضبط. كبيره في هذه بالضبط. الفتره يعني البسيطه. نعم الحمد لله، الهمه عاليه. والشباب حابين اللعبه وداعمين للرياضه هذه. الحين سؤالي انا، وين المنحدرات الثلجيه في الامارات؟ وين عندك؟ وين المنحدر اللي موجود في مول الإمارات بسكي دبي؟ طبعا هذا المنحدر له المعايير العالمية، فمصنف عالميا أن نقدر نسوي عليه بطولات دولية. هل تكون في طلعات سفرات خارجية حتى يتم التدريب فيه أكثر وأكثر؟ بالضبط. عندنا نعم الحين مشارك. كذلك أنا بضيف للأخ محمد خالد، المنحدر صراحة اللي موجود حاليا في إمارة موس، المنحدر اللي في سكي دبي صراحة جدا مميز، يعني استقطب
لاعبين دوليين منتخبات مثل بريطانيا مثل بعد منتخبات رئيسية يشاركوا في الأولمبياد الدولية يجون يتمرنون هنا عندنا لأنه هو يقول لك أنا عندي هذا المنحدر وبعد نص ساعة أقدر أروح أسبح في البحر يعني. فعندهم هذا صد. ونحن كذلك نظمنا لأصحاب الهمم أيوة. هذا سؤالي توني بسأله أيوة. نحن نظمنا صراحة لأصحاب الهمم عدة فعاليات وبطولات رسمية ودولية تحت الاتحاد الدولي لأصحاب الهمم. يعني من أنا صراحة شفت بعيوني شيء مبهر جدا أن من اللاعبين يعني ما يشوف تماما يعني ما يقدر يشوف يعني ما يقدر يبصر وينزل في المنحدر وحاط سماعة والمدرب ماله يكون قدامه هو يقول له أوكي الحين مين وهو ينزل من المنحدر سكيد باي هذا المستحيل بحد ذاته يعني نعم. فعلا قدام عيوني شفتهم فما في شيء يعني في هاي الرياضة اللي يصر عليها يقدر يحقق إن شاء الله النتائج. يعني مثال أنا أقشعر يعني تقشعر له الأبدان صراحة أن أصحاب الهمم يعني من مسماهم أصحاب الهمم نعم. أصحاب الإرادة وأصحاب اللا مستحيل دائما في قاموسهم يبون يثبتون أن نحن موجودين وهم فعلا موجودين نعم. وجميل أن أنتم برزتوا هذه المساحة نعم. وعطيتهم هذا النوع نعم. من الفسحة وهذا المجال فتحتوا لهم إياه وأيضا يحققون هذا النوع من الريادة إذا بقول عنها هم حققوا كذلك نحن عندنا لاعبين مواطنين صراحة حققوا يعني ميداليات ذهبية في بطولات هنا في الدولة نعم. وشاركوا كذلك خارج الدولة يعني حققوا ميداليات ذهبية نعم من أصحاب نعم. الهمم وفي إنجازات جميلة أكيد خلنا بعد ندخل شوية اليوم يمكن واحد يتابعنا وعنده أبناء أو يبغيهم يدخلون في هذا المجال صحيح. كيف أنهم يقدرون يلتحقون لهذا الشيء هل هناك تدريبات خاصة حتى نبدأ للمبتدئين ومن ثم محترفين وما شابه ذلك تفضل محمد هي نعم نحن عندنا برامج استقطاب اللاعبين طبعا نشوف اللاعبين من بداياتهم هل عندهم الموهبة هذه انهم يتعلمون الرياضة هذه ولا لا فبين فترة وفترة نسوي برنامج استقطاب اللاعبين الصغار الأشبال يعني هذه اللي نحن اللي نباهم سواء كانوا من الأسوياء ولا من أصحاب الهمم تونا الحين شغالين على برنامج بعد مع نوادي دبي لأصحاب الهمم انهم يرشحون لنا لاعبين عشان نشوف ونسوي تقييم حق اللاعبين هذين عشان ندخلهم في الرياضات الشتوية فننظم لهم برامج والبرنامج هذا يبدأ معاهم من البداية لين ما يوصلون لمستوى الاحتراف خلنا نقول كم ياخذ عساس يوصل لمرحلة الاحتراف من سنوات ياخذ تقريبا سنتين ياخذ سنتين يعتمد على اللاعب ويعتمد على اجتهاد اللاعب وسبحان الله في ناس عندهم مواهب يتعلمون الرياضة بسرعة يعني مجرد ما تحطون في شيء على طول يتعلمونها هي وفي ناس مثلا تكون عندهم أوردي رياضات ثانية يلعبونها تكون وايد قريبة من رياضة التزلج مثلا يعني لو مثلا ندخل في رياضة التزلج بتفاصيلها في نوع من أنواع التزلج اللي يسمونه التزلج الحر ما شاء الله تشوف الشباب يتجلبون يسوون حركات فاللي عنده خلفية في الجمباز يقدر يبدع في الرياضة هاي على طول فنحن بس نحتاج اللهم نأهل شو أشياء بسيطة أنه يقدر يتزلج وخلاص شغلة الجمباز والتجليب هالأشياء عندها موجودة عنده نعم يعني نقدر نقول اللي يلعب سكيتنج الخارجي اللي هو البرع اللي هو يسميه الحذاء السواير فهل هذا ممكن يكون محترف في ممكن نعم اللي يلعب الرول سكيت يعني اللي يلعب رول سكيت نعم ممكن أنه يدخل نحن طبعا كاتحاد عندنا تحتنا أندية مختصة بهوك الجليد ممكن الانضمام موجودين في نادي في دبي مول موجودين في كذلك مردف موجودين عدة أندية موجودين في إمارة دبي وكذلك إمارة أبوظبي ممكن الانضمام إلى هاي الأندية ومن هاي الأندية يرتفع إلى المنتخب بالنسبة للهوكي والتزلج الاستعراضي وحتى الاسكي كل هاي الرياضات موجودة أندية مختصة تحت مظلة الاتحاد من خلالها ممكن الانضمام لها وبعدين يستمر عاد إن شاء الله يطلع لاعب المنتخب ونحن صراحة ندعو أي حد حاب أن يجيب عياله أو يشارك نحن بابنا مفتوح للجميع حلو نعم. ودائما يعني أي إدارة تعمل يكون وراءها أكيد هناك يعني فرق عمل على قلب واحد عندها هدف واحد وتبغي تنجح هذا الهدف واللي بيعود بالنفع العام حقيقة لاسم دولة الإمارات في المحافل الدولية وأيضا الإقليمية والمحلية نعم. بغيت أخذ رأيك بو أحمد وتقييمك لمشاركات النساء أيضا في المنتخب منتخب يعني السيدات اللي
نادي هوكي الجديد، كيف تقيم يعني مشاركتهم؟ والله يعني أنا حضرت عدة بطولات معهم، كنت رئيس الوفد بالنسبة للمنتخب النساء. يعني صراحة أنا دائما أقول لهم هاي الكلمة، إصرار النساء، إصرار بناتنا يعني على رفع مستواهن في اللعب، وإصرارهن على حضور التدريب، وأكثر شفت من حتى الشباب. فعلا البنات التزامهن وإصرارهن على الرياضة هاي بشكل كبير. الحلو أن رياضة هوكي الجديد مغطي من فوق يعني بالراس، بخوذة واللبس حتى واسع ساتر، أيوة. وهذا يمشجع كثير من البنات أن ينضمن. يعني عندنا الحين بالنسبة للبنات عندنا أوفر بوكينج لأن يعني الإقبال كبير كبير بالنسبة للبنات، تعدى حتى الطلب اللي أنتم حاطينه كمعيار. والبنات صراحة أنا أشهد لهم لمنتخب البنات وحتى اللي في الأندية فعلا ملتزمات وإصرارهن على الرياضة وحضور التدريب بشكل دائم. ما شاء الله عليهن هباتري. أكيد شافوا يمكن حب هذا الشيء الموجود عندنا أكيد في دولتنا الحبيبة، فأكيد هذا التشجيع يعتبر أكيد من قبلكم وكذلك من قبل أهاليهم. نعم. خلنا أستاذ محمد بسألك سؤال يعني شوية هو يعني يمكن عن مستقبل هذه الرياضة، يعني نعم. إلى أين الرياضات الشتوية في دولة الإمارات؟ نحن دائما نقول ان الحمد لله عندنا في الاتحاد نحن فتحنا باب جديد، مجال جديد حق الناس انها تدخل الرياضه. صار عندنا ما شاء الله تكدس في بعض الرياضات، فعندنا في الرياضات الشتويه دائما الباب مفتوح، وفتحنا ايضا لنفسنا ولدولتنا دوله الامارات مشاركات جديده. يعني ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي شهر واحد بيكون عندنا اول مشاركه في اولمبياد الشباب الشتويه في كوريا الجنوبيه، والمشاركة آمنة المهيري وحدة بتكون، فهذه أول لاعبة إماراتية تتأهل لمثل البطولة هذه أولمبياد الشباب. وإن شاء الله عقب الهدف الجاي اللي هو بيكون أولمبياد الشباب في كورتينا 2026 نحن الحمد لله عدنا وايد حضور، عدنا مشاركات في الأولمبياد الصيفية، لكن في الأولمبياد الشتوية ان شاء الله بتكون هذه اول محطه لنا. ابى اسالك كلينكس بعدها وياك خاشنها ولا شو هذا الكلينكس اللي كاتب عليها النوتس من ابو احمد؟ موجود ما نقدر نعرضه في نوتس وهوامش عليها الموتر في البوك تفضلها. انا دائما بعد يستغربون يقولون انتم بلد صحراوي يعني انتم وياين كيف عندكم هاي الانجازات، تنافسونا في الرياضات الشتويه يعني صحيح. يعني صراحه هذا بفضل الله وفضل قيادتنا صراحه، انه فعلا يعني قالوا لنا انه ما في شيء مستحيل، ما في مقومات موجودة بس السعي. ونحن أي رياضي لأي رياضة يرغب فيها يتأكد أن حكومتنا وقيادتنا داعمين لها دعم كبير في أي رياضة ممكن بيرفع بها علم الإمارات، ما في شيء مستحيل يعني. أكيد ما في شيء مستحيل في دولتنا الحبيبة. يعطيكم الصحة والعافية وأتمنىكم التوفيق إن شاء الله في أكيد هذا المجال، وأكيد دائما راح نلقي الضوء على هذا الشيء وعلى أكيد هذا المنتخب اللي يستحق يمكن الدعم كذلك من إعلامنا، وأكيد نعرف الناس بهذه الرياضات. مريم بتشاركين في رياضة من الرياضات الشتوية؟ ليش لا أنا محمد قال صغار الحين لا بس قال لا. أيضا العنصر النسوي يعني أيوه. له حضور نعم. ملفت، وقال أن نحن نتميز ونفوق يمكن الشباب في يعني التفاصيل والتمرين والدقة وعلى الموعد. نحن نحن المهام المتعددة. حارس منتخب النساء حارس إذا يكون طويل ولا قصير عادي شو ما كان يعني أيا كان ولا الدفاع الدفاع ما خلاص الحارس بنضرب وايد. أنا ينفع لي هالشيء لأن أنا ألعب جمباز أصلاً. أوكي في الحياة بعد جمباز. تحياتنا لكم وشكرا على وجودكم اليوم ويانا، حقيقة نورتونا وشرفتونا، وأنا متأكدة أن يعني عقب ما تظهرون اليوم حين من برنامجنا أيضا أبو أحمد بيوجهك وبيعطيك من يعني توجيهات وتذهب الورقة يا محمد، وإن شاء الله يعني أنا اللي وايد أبهر أن أعطاك التوصيات هذه والحلم اللي هو يبغي يوصله في 21 وإحنا اليوم 23 نعم. يعني في فترة بسيطة أنجزتوا حقيقة شيء كبير نعم. فشكرا لكم، شكرا لروحكم، شكرا لوجودكم معانا اليوم في مسد بي السيد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وأيضا شكرا لك محمد خادم رئيس لجنة التزلج، واليوم أنتوا تواجدتوا معنا نحن حابين نشكركم أيضا. شكرا أنا أشكر. Gracias.
لكم جميعا، أشكر صراحة تلفزيون دبي كسمة دبي من أوائل الناس اللي دعمونا من البدايات صراحة، هم تلفزيون دبي وسمة دبي. شكرا لكم، هذا دورنا إن شاء الله دائما أكيد معاكم.